امام رضا امام رضا امام رضا امام رضا امام رضا امام رضا السلام علیک یا غریب الغربا السلام علیک یا معین سے ملا دین تمہارے گھر سے ملا کیا کچھ نغمے سرور سے ملا سب تیرا دیا رہبر سے ملا قرآن ہے سب کچھ تیرا کہا ماتم جاری ہے اس غم کی اجارہ داری ہے یہ وقت عدو پر بھاری ہے اس غم کا مخالف ناری ہے آتی ہے مسلسل ایک صدا جب دل میں غموں نے ڈیر لیے تو ہی تھا مسیحا میرے لیے روزے پہ گیا اور پھر لیے یہ جان ہے میری تیرے لیے چیست ہے میری تیری عطا السلام علیکم یا معین الزوافا
اہل حرم چادر کے بغیر، بیمار بھی ہے بستر کے بغیر، ایک جھولا ہے اسور کے بغیر، سب لاش پڑے ہیں سر کے بغیر، کرب بلا محمد وعجل فرج قائمة لمحمد يا كريم. أحبتنا مشاهدينا مشاهدي قناة كربلاء الفضائية أينما كنتم، أعظم الله لنا ولكم العزاء والأجر. ها نحن وإياكم نجدد اللقاء مرة أخرى بتغطيات خاصة متواصلة. اليوم تغطيتنا لها ارتباط بسيدي ومولاي نبي الرحمة حبيب إله العالمين، سيدي نبي هذه الأمة وخاتم الأنبياء أبو القاسم محمد صلى الله عليه وآله. جعلنا الله وإياكم من شفعائه في الدار الدنيا، وإن شاء الله من زاريه في الدنيا ومن شفعائه في الدار الآخرة. اليوم حقيقة نحن بصدد بيان ربما مع أخذ لقاءات إن شاء الله إن توفرت لنا حول شخصية هذا النبي الأعظم محمد صلى الله عليه وآله، خصوصا ونحن نتكلم عن شخص قد اصطفاه الله عز وجل واجتباه للإنسانية كافة، وليس في مرحلة واحدة. أنا أتحدث عن شخصية النبي صلى الله عليه وآله. نعلم ما للأنبياء من ثقل بإرساء الرسالات وتعميمها على الناس لتلبية أو توفير جزء من الطاعة الذي يرتبط بالعباد اتجاه ذلك الشخص الذي خلقه الله سبحانه وتعالى. وأيضاً واحدة من الأمور التي أوكلت للرسل التبشير بوجود خاتم للأنبياء يدعى نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله، وكما ذكر في القرآن الكريم أحمد. طبعاً الكلام حول النبي صلى الله عليه وآله بمختصر وباقتضاب حقيقة سنضيع العديد من المفاهيم أزاء هذا الكلام ربما إن اختصرناه، ولكن شيئاً ما نقف عند أهم المفردات التي كانت في حياة وشخصية النبي صلى الله عليه وآله حتى نوصلها إلى العالم. لماذا هذا المسير الحثيث إلى مدينة النجف الأشرف، والمقصد هو الإمام علي سلام الله عليه وتقديم العزاء له، وما العلاقة التي تربط الإمام علي بالنبي صلى الله عليه وآله بعيداً عن العلاقة النسبية، وأيضاً في نفس الوقت ماهية الدين الإسلامي وتطبيقه بالنسبة للديانات الأخرى. نعلم ربما حتى لا نبخس حق الآخرين، نحن نعيش الإنسانية بكل مفاهيمها، وهذا ما نص عليه أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، ولكن علينا أن لا نتنازل عن أي قيم أو مبادئ أزاء الدين الإسلامي. يعني أنا أتقبل الآخر بكل مفاهيمه، بكل أفكاره، بكل مناهجه، بكل سلوكياته، ولكن شرط أن لا أتنازل عما رسمه لي النبي وآل النبي عليهم أفضل الصلاة والسلام. اليوم نعلم أن اختيار شخص النبي صلى الله عليه وآله ربما المقابل يأخذ هذا الباب من باب عدم عدالة الله سبحانه وتعالى، وأعتذر ربما عن أنني أتجرأ عن قول مثل هكذا مفردات، ولكن حتى نبين بعض الشبهات هنا وهناك بخصوص هذه النقطة. الله سبحانه وتعالى عندما يريد أن يختار أحدا من الرسل أو من الأنبياء أو من الأمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، هنالك مرحلة اختبار وهنالك مرحلة امتحان. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ لكل إنسان هنالك امتحان خاص به. لولا تحمل ذلك النبي صلى الله عليه وآله أزاء ما حمل من أمانة ثقيلة عليه ولكي يوصلها إلى العالم أجمع لم اختير شخص النبي صلى الله عليه وآله، حتى لا يقول المقابل لماذا لم أكن أنا نبيا لهذه الأمة. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، شخصية النبي منذ نعومة أظفاره لم تكن شخصية عادية إطلاقا، إنما كانت هذه الشخصية تتصف بصفتين، هاتان الصفتان من الصفات النبيلة النادرة إن اجتمعت في إنسان ما، ألا وهي أولا ألا وهما صفة الصدق وصفة الأمانة. النبي صلى الله عليه وآله منذ صغره كان يلقب بالصادق الأمين، وهاتان الصفتان كما قلت قبل قليل من الصفات النادرة، لذلك أوكلوا له ربما في فترة من الأزمنة بأن يضع الحجر الأسود في مكانه المخصص له بعد نزاع أولئك القبائل. وأيضا في نفس الوقت هنالك كرامات كانت للنبي قبل
أن ينتقل إلى مرحلة النبوة في سن الأربعين. إذا ما أردنا أن نتكلم ربما عن شخصية النبي صلى الله عليه وآله في الجانب الأخلاقي هنالك كلام يطول، وإذا أردنا أن نتكلم عن الجانب العبادي هنالك كلام يطول. سيرة النبي بحد ذاتها يجب أن نلخصها أو نحولها إلى تطبيق. هذا التطبيق إذا ما حول اليوم في مجتمعاتنا اليومية تستطيع عفوا هذه المجتمعات أن ترتقي شيئا فشيئا. الزائر الكريم اليوم الوافد إلى مدينة علي سلام الله عليه هو يقدم العزاء في بادئ الأمر لشخص الإمام علي كونه ابن عم الرسول صلى الله عليه وآله، وأيضا النقطة الأولى ما تربطه من علاقة عقائدية، فالإمامة بعد النبوة مباشرة قد ارتبطت بعلي سلام الله عليه، وهذا ما تكفل به الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. لذلك اليوم الزائر إن كان يشعر أو لا يشعر بهذه الرسالة أو بهذه الصورة التي هو يتواجد فيها تتجلى في شخصه المبارك وهو متوجه إلى مرقد الإمام علي سلام الله عليه، حقيقة بحد ذاتها هي رسالة بليغة وينبغي أن تصل إلى العالم أجمع. لذلك ربما أتشعب بالمفردات والكلام، ولكن قدر الإمكان ألملم أوراقي لأضعها بين أيديكم، خصوصا المشاهد الذي هو من بعيد ربما يراقب ويتابع لما لهذا المسير من ثقل عظيم بعد زيارة الأربعين، والتي هي تعتبر من الزيارات المستحبة والمؤكدة. هسه ربما التفات هكذا بسيطة لكي ربما أعاود بلقاءات مع أحبتنا الزائرين الكرام الذين يتواجدون على هذه الطرقات، هل أن المشي إلى مرقد الإمام علي سلام الله عليه بحد ذاته هو من المستحبات المؤكدة حتى يمشون هؤلاء؟ نقول الإنسان برغباته هو حر على أن لا يهلك نفسه، ولكن كل منا قد يمثل مرحلة من العشق ومرحلة من الحب لأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، تتجسد هذه المرحلة بتطبيقاته وسلوكياته. بعض منا يريد أن يصل إلى مرقد الإمام، بعض منا يريد أن يخاطب الإمام عن بعد، لكل إنسان له شخصيته وله فعله وله سلوكه. ولكن هؤلاء الذين تراهم أو من خلال عدساتنا التي ننقلها لكم هم بحبهم أرادوا أن يصلوا بأجسادهم وبأرواحهم البعد المعنوي والمادي إلى مرقد الإمام علي سلام الله عليه ليقول له نعزيك يا سيدي يا مولاي يا أبا الحسن بفقدنا لنبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله بتلك الذكرى الأليمة. طبعا عندما أقول الذكرى الأليمة الحديث هنا له مأساة ويطول فيما بيننا والأحاديث متواترة بخصوص هذا الأمر. دعوني أقف ربما وأثقلت عليكم بالكلام مع مفردات خاصة بهذه الصورة، وبعد ذلك إن شاء الله أتابع معكم، وإذا شاء القدر بأن يكون هنالك لقاء مع أحد الأشخاص سنكون معكم إذا نبقوا معنا. امام رضا السلام عليك يا غريب الغرباء، السلام عليك يا معين سيد ومولاي صاحب العصر والزمان، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. حقيقة حتى لا أثقل عليكم ربما بالكلام فقط أنا معكم، ها أنا أنقل لكم مشاعر وهواجس الزائر الكريم المتوجه إلى مرقد سيد ومولاي الإمام علي سلام الله عليه. حجي أبو أمير، بداية أستاذنا سلام عليكم وعظم الله لكم العزيز. وعليكم السلام وعظم الله أجركم وأجور المؤمنين والمسلمين جميعا بهذا المصاب الجلل. بسم الله الرحمن الرحيم، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. هكذا ترى الزائرين
يسحفون مشيا على الأقدام إلى مرقد سيد الشهداء وأصلب المدافعين عن الحقيقة الإمام علي بن أبي طالب عليه أفضل السلام بطل الإسلام. هذا الإمام العظيم الذي تعجز الكلمات والقصائد أن توصفه إمام التقى وإمام الهدى أبي الأحرار مولاي علي بن أبي طالب. شكرا لكم حجي لهذه الكلمات ولهذه الدباجة الرائعة التي قدمتموها في بداية حديثكم. لكن اليوم الزائر الكريم عندما يتوجه إلى مرقد علي سلام الله عليه في داخله في مكنوناته هنالك مشاعر خاصة، أنت اليوم كيف تترجم هذه المشاعر للمشاهد الكريم ولكي تنقلها إلى العالم؟ والله إحنا أتينا زحفا من مدينة المشخاب مدينة ثورة العشرين إلى إمامنا علي بن أبي طالب، طالبين منه أن يخلص هذه الأمة من هذه الغلة وأن يوحد صفوف العراقيين جميعا من الشمال إلى الجنوب. ونأمل من وحسب كلام المرجعية أن تصفى القلوب بل تصفى الضمائر قبلها من أجل خدمة العراق وبناء العراق ومن أجل حماية الدين الإسلامي والمقدسات الإسلامية، وإن غدا لناظره قريب. شكرا لكم حاج أمير. الأستاذ الشاعر جواد عبد الله الفتلاوي من محافظة النجف المشخاب. أنا قلت لك شكرا من قبل الشاعر، خلنا أنا أتوقف ما دام نحن في هذه المناسبة. أريد من عندك أي بيت شعر بخصوص أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، ولكن إذا ارتبط بالمناسبة فذلك أفضل. أنا عندي إهجوجة إلى سيدنا الإمام علي، أقول انهض يا علي الزينب سل سيف المنايا وقوم، أم الخدر محتارة بين حسين بين موادع المسموم، والأكثر كلش هواية العليل وصايح أم كلثوم. هاو تخينك يا أبو حسين تخينك تحفظ هالزوار، تخينك يا أبو حسين تخينك تحفظ هالزوار، تخينك يا أبو حسين تخينك. الله أستاذنا إن شاء الله توصلون بالسلامة، لا تنسونا من دعواتكم، حياكم الله، ربي يوفقكم لكل خير ويديمها عليكم إن شاء الله بركة. وربما لقاءات الزائرين اللي هي بحد ذاتها حقيقة مشاعر وخواطر في داخلهم، مثل ما قال قبل قليل أستاذنا أبو أمير، عنده في داخله كانت دعوة أن يرفع هذه الغمة عن هذه الأمة. شوي يفتر عليه حتى يسأل. أنت من المشخاب أيضا؟ لا أنا من قضاء المناذرة. أنت من قضاء المناذرة، جيد. اليوم ربما تجتمع هذه الأقضية والنواحي وحتى محافظة نجف الأشرف بعزوبية الضيف، صح؟ يعني نكرم الضيف ربما إلى حد لا يوصف. إحنا كنا في زيارة الأربعين، أغدقنا أعطينا، انتهت القضية أم أننا سنكمل الطريق؟ لا نكمل، بسم الله الرحمن الرحيم، فمن يعظم شعائر الله إنها من تقوى القلوب. هاي الزيارة بالنسبة للزيارة زيارة الأربعين، ومن زيارة الأربعين نلتقل إحنا بخدمة سيدي ومولاي خاتم الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وآله وسلم، اللهم صل على محمد وآل محمد، فنكون إحنا في خدمة أهل البيت. يعني شوف هاي الوادة مضحي بموالها في سبيل أهل البيت. وأنا بالنسبة إلي بأكتفي بهذا الموضوع، وعندي هوسة مرتبها لسيدي ومولاي علي بن أبي طالب عليه السلام، يجزيك عليه الإمام عليه السلام. الله وياك الشاعر أحمد العياشي، أنعم وأكرم بيك، حياك الله، أهلا وسهلا ميت له. أقول يحتار الشكت بالتاريخ عن حيدر وهالودة، وردت للشمس مرتين هاي المعجزة العندة، وردت للشمس مرتين هاي المعجزة العندة، أو كثير القاب عد حيدر منهن حاضر الشدة، أو كثير القاب عد حيدر منهن حاضر الشدة. هاو الريد العود عليكم، هاو الريد العود عليك يا خدام حسين، الريد العود عليك يا خدام حسين وخادم. أنا لا لا دقيقة، أنا كل شوق لهاي الحسشة الجنوبية الوسطية خل أسميها أهل الفرات، أنعم وأكرم بأهل الفرات ككل. بعد أريد من عندك إذا أمكن أنا علي سولف وأنتم تفسرون
والما قرب على مولاه تراهم كلهم يخسرون. والما قرب على مولاه تراهم كلهم يخسرون. حيدر على الصراط هناك هو يدلي اللي تيهون الماء يندلي ويتيه. هنيئا لك هذا الولاء وثبتك أكثر إن شاء الله، وأنت قاصد لعلي. سلامي لعلي، سلام الله عليه وسلام المشاهد الكريم اللي ما قدر ربما يوصل إلى نجل. شكرا لك، تحياتنا، شكرا لك مشاعرنا، حياكم الله، قدرون براحتك، دينكم الله، ربي يبارك بكم. أحبتنا المشاهدين مشاهدي قناة كربلاء الفضائية، ها نحن وإياكم ما زلنا متواصلين بهذه اللقاءات. أترككم مع هذه اللقطات الرائعة وبعدها إن شاء الله سأكمل معكم، وابقوا معنا. Amen.